وانا ولدي والدراري كاين لغز كبير ما فهمناش. سبعة ثمانية تسعود عشرة اثناشر واحد هادو باقي ما بين منهم تو واحد باقي متأكدين منهم، ماشي زعما انا كنهضر حيت الحاجة اللي غنهضر عليها وما عارفاش راه تقليد عليا، هادشي كله باقي ما بين تو واحد. ترس تمحنت طريق ولادي حيت ولادي لا كيقولوا لي شوفي فلان مشاو فلان مشاو فلان مشاو فلان مشى اوليدي دركو عاهنا عيشوا معايا انا، كيقولوا لي لا حنا نمشيو لهذيك البلاد باغينا نقضوا غير الواليد. كيجيني واحد بنتي من هنا واحد من هنا وكيتصوروا معايا وكنقول انا غادي نموت وخليني متصور وما خلوهم ليا بنتي وما خلوهم ليا بنتي وما خلوهم ليا بنتي. يجيني واحد منهم وواحد منهم ويتصور معايا ويقول لي الواليد ويقول انا راه غنخليني متصور غنموت وخليني متصور وما خلوهم ليا بنتي وما خلوهم ليا عبد الغفور وامين. مشاهدين ومتتابعين قناة أشواق تيفي مرحبا بكم. اليوم حنا في مدينة الدار البيضاء وبالضبط بمنطقة حي مولاي رشيد، معايا أربعة الأمهات مكلومات اللي مشاو ليهم الوليدات ديالهم في الهجرة ومبقاوش سمعوا عليهم حتى شي خبر. معنا أم أنس غادي تعاود لنا الملابسات كيفاش في الأول كيفاش حتى الولد ديالك بغى كيفاش قرر أنه يمشي وشنو قال لك؟ قال لي ماما راه كاينه واحد المشية راه غادي فيها الدراري ولاد الدرب راه غادي الا سهل الله غنمشيو للطاليان غادي للصبليون ومن الصبليون عماتي غي من تما غي يساعدوني باش نوصل عندهم. قلت لي صافي ولدي ماشي مشكل. قلت لها انا راه البحر صعيب. قال لي ماما ما تقول ما تحاوليش معايا حيت الدراري صحابي كلهم مشاو والديهم كانوا ما فحالهمش وعاونوهم يعني ولاو بخير حتى انا ماما باغي نمشي. قلت لها اش غنقول لك الله يسهل عليك الله يسهل عليك. قال لي ماما غدبري لي على 2.5 مليون هاد المشيه راه كاينه ب2.5. قلت لي ماشي مشكل غتكون غتوصل بخير وعلى خير ماشي مشكل. تعرف هاد 2.5 مليون شكون اللي كياخذها بالضبط؟ كيعطيوها للحراق اللي غيديهم الحراق اللي غيوصلهم هو اللي كيعطيوها ليه. كيديهم فاش؟ كيديهم فلوكه ديال الخشب. هي هذيك بنتي خرج نهار 2 في شهر 10 نهار 11 شهر 10 2021 شي 11 تقريبا 11 ونص صيفط اوديو لخوه قال لي عبد العالي تهلا في الوالده وفي الوالد وفي مجده على اختو تهلا فيهم ودعيو معايا دعيو معايا خويا دعيو معايا راه التليفونات صافي غنحيدوه ما تعيطوش ليا. داكشي اللي درنا صافي تصنتنا لدوك الاوديو بقينا كندعيو معاه كندعيو معاه كندعيو معاه. صنيت للمطاميمي قلت لسعد قلت لها اش داروا الدراري قالت لي راه مشاو قالت لي راه انا كندعي قالت لي اختي راني باقه فايقه راه كنصلي حتى انا وكندعي. مشاو بنتي نهار 11 نهار 13 كتجينا مكالمة من الطاليان مع شي ربعة تقريبا على سلام الدراري وصلوا صوناو واحد مع الحراق بلا ما نذكر السمية ديالو المهم كان مع الحراق صونا الموت عبد الغفور وامين قال لها على سلام الدراري راه وصلوا. جيت انا عند موت امين وعبد الغفور قلت لها فتيحة واش الدراري هضروا معاك؟ قالت لي لا راه هضر معايا فلان. يعني حتى هما حتى شي واحد من الاولاد ديالهم ما تواصل معاهم الا هذاك السيد الا هذاك السيد اللي مع الحراق قال لي راه قالت لي راه هو اللي اتصل بيا. قلت لها شوفي فتيحه راه ما يمكنش الدراري وصلوا خرجوا الاثنين بالليل الثلاث الاربع مع الربعه وصلوا راه ما يمكنش راه على الاقل خصهم يوصلوا حتى الخميس الخميس تقريبا ديك الربعه دخلوا الدريات بنات جيراني بنات لوسي بنتي
مديتيش كتشكي في شي حاجه؟ لا انا شكيت منين قالوا وصلوا، انا في ديك الساعه صافي شكيت ما بقيتش، واصلا ما فرحتش، ما فرحتش منين قالوا لي وصلوا داك الشيء. حتى الجيران انتبهوا لي، كلشي كيجي عندي كيعنق لي كيقول لي على سلامه انس وصحابه وصلوا، كنقول لهم الله يسلمكم، ولكن حتى نسمع صوته منين غنسمع صوت ولدي ديك الساعه عاد غادي عاد غنقول لكم الله يسلمكم، ولكن دابا راه باقي كنتسنى. هي ديك قلت لك الخميس نهار 14 بنات جيراني وبنات لوسي وبنتي وداك الشيء كيدخلوا الفيسبوك، عارفه انت الشباب ديال دابا داخلين حتى كيقولوا راه فلوكه تقلبات، مات كلشي عاشوا فيها غير ثلاثه، جوج بنات وولد، هما اللي عاشوا فيها ولاد فاس. منين خرج انا بحال خرجوا من ازمور، خرجوا من ازمور. منين هذا كيسولوا فيا البنات انا كيقولوا لي انا سمع من مشى قبل، انا سولته قلت لي انا سولدي واش هاد الفلوكه هاد الحرقه اللي حارقين واش فيها الدراري ولا الدرب كلهم؟ قال لي لا راه فيها غير خمسه، غير سعد ومحسن وعبد الغفور وامين، يعني احنا ولاد الدرب. الشيء الاخر راه من فاس ومن قنيطره ومن ازمور. هي فاش انا سمعت هذيك تقلبوا كل شيء مات، قلت صافي راه ولادنا. هي ديك صونيت لماما سعد قلت لها توري الدراري واش ولدك هضر معاه؟ قالت لي لا راه وصلوا، راه هضر معايا فلان اللي في الطاليان قال لي راه الدراري وصلوا. قلت لها الدراري ماتوا، ماشي الدراري وصلوا، الدراري ماتوا. انا حيت علاش؟ حيت حنا ديك هند كتقول ماتوا، حنا ما شفناهمش. هاد هند هي هاد هند مشات معاهم، حتى هي بنت فاس مشات معاهم هند، وواحده سميتها فاطنه. هاد فاطنه مع عوامه ما كتعرفش تعوم، بنت ازمور بنت العروبيه، يعني حنا ولادنا كزويين عوامه. وكيفاش هاد السيده هادي ما كتعومش وصلات؟ وصلات وكاينه دابا في فرنسا مع وحده سميتها زهره خدامه قال لك في الحمام. هضرات مع ول البارح مع شي صاحبتها قالت ليها هذا غرا، مني شاف واحد شافوا اللايف ديال مت عبد الغفور وباهم، وهي تقول لها شوفي دابا هاد الناس علاش ناضوا وعاد بغاو يديروا اللايفات وبغاو هاد الشيء علاش؟ قالت لها قالت لها الدراري ماتوا. قالت لها قدامي انا كنشوف اللي نزل ما بقاش طلع، اللي نزل ما بقاش طلع. واش هي ما نزلاتش؟ يعني كيفاش غينزلوهم ويخلي شي واحدين ينزلوهم وواحدين ما ينزلوهمش؟ هنا فين؟ هنا في هنا الغموض. بديت انا مرضت في حياتي وزدت دابا ملي سمعت هاد الهضره. قالت لي هذا مات، هذا مات حدايا، هذا مات حدايا، هذا مات حدايا. كيفاش مات حدايا؟ هذا مات حدايا. واش حنا دابا جالسين؟ حنا دابا هنا في هاد الدار جالسين مثلا، رابت علينا لا قدر الله هاد الضاله، واش انت دابا بنتي غتفكري انا اش لابسه ولا انا اش كنقول؟ لا غتقولي راسي راسي. هي قالت لك لا هذا مات، هذا مات، هذا مات، ولادنا حنا كلهم مات. 11 ساعه وهي فوق العود. اش قالت للبنات؟ كتقول لهم انا خرجت، انا خرجت عمان، انا عوامه خرجت 11 ساعه. خلي ام سعد تكمل لنا. المهم اللي قالت زهر اختي راه دابا حنا عرفنا بانهم دابا الهضره اللي قالت الاولى حنت ولدي مشى مع ولدها، مشاو بجوجهم هما بركوتهم كما حنت قالوا لهم اللي توصلوا لازمور كل جوج يبركوا في قهوه باش ما يديروش لهم الشبهات حتى الليل عاد نجمعوكم. المهم انا ولدي راه ما قال لي والو، حدو نزل نزل جوج المليون ونص باش غادي. لا هو باع موطورو، باع موطورو جوج المليون ونص و5000 ريال، و5000 ريال اللي تنقصت عليه الفلوس اللي دفعوا ليهم. قال لهم دوك 5000 غتجمعوا 5000 ريال لواحد وغتصيفطهم ليا ثاني باش كملوا جوج ونص، كياكد واخد الفلوس وزيد 5000 اللي قطعوا لهم في وفاكاش. ملي اختي وصلوا تمايا انقطع الاتصال، ما بقاش اتصلوا بينا. كما قالت اختي زهره جات عندي قالت لي سوريا راه ولدك مشى مع ولدي، عيط لي قلت لي تهلا في خوك. لا انس قلت لها تهلا في سعد. قال لي خالتي في عيني راه صاحبي وخويا، هي هذيك انا غنسحب هو اللي ماشي معاه من هنا. صافي اختي مشى جا عندي انا ما عارف ما قالش لي حتى انا مريضه ما كيقدرش يصدمني. ما نقولش قلت لي خمسة دقائق فيها عطيته فلوس وخرج. ما كاينش. قدرتي توافقي ان ولدك؟ ما قدرتش، ما بغيتش، ما بغيتش. كنطلب فيه شهرين وانا كنطلب فيه، ولكن مقرر. كنقول يا ربي ديو لي الفلوس ويبقى. كيما مشات لي الفلوس الاولى كنقول يا ربي ديو لي الفلوس، كيما مشات لي الفلوس الاولى في طنجه وقلبوهم كنقول يا ربي ديو لي الفلوس وما يبانش هذا الحراك. الله شاهد عليا وربي شاهد عليا اللي قدرت عليه. كنقول يا ربي عاد يدخل ويبرك ماذا يجي برك معايا ويبدا يضحك معايا، وفين ماما فين هادي يبدا يبوس فيا عنك فيا. نشوف من واحد الزاويه واحده اخرى، كتعرفوا شي ناس هو واش كيعرف شي دراري اللي مشاو بنفس الطريقه ونجحوا وقدروا يوصلوا ربما كلشي 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 ولد الدرب تبارك الله كلهم مشاو، كلهم مشاو وكلهم عزاز وكلهم وصلوا. وانا ولدي والدراري كاين لغز كبير ما فهمناش. دابا الدراري هما كلهم زودياكات، ولاد الجزائر ولاد تونس كندخل داك اولياء اولياء
أولياء المفقودين كتدخل لها كيبان لك كلشي كيدير هذا كيصور وغادي بتليفوناتهم كيصوروا ولادنا مشاو غامضين ما الدولة تليفونات قالوا لهم حيدوهم حتى واحد ما يبقى عنده التليفون كلكم تجمعوا وتحيدوهم. كيفاش كانت معاهم يعني كتقول لي جوج بنات كانوا قالت كانت كان معنا وما قدروا يوصلوا الوليدات ديالكم شي تقولوا عوامين وكلشي يعني كاين هنا شي حاجه واش كيوصلوا يقربوا يوصلوا كيلوحوا يضحيوا بهم واش وصلوا ولكن تشدوا حتى انا ما يمكنش. انت القلب ديال الام ديالك شنو كيقول لك اليوم؟ كيقول ولدي باقي حي ولدي باقي حي حيت انا ولدي كنعرفو مزيان وباتي عرفو وخوتي كيعرفو كيدخل واحد المسافه حنا كنخيمو في البحر وكيمشي معانا ويوميا كنخرجوا للبحر وكيدخل حتى ما كيبان صغير وربوس الماء وتنبدا نغوص حتى انا كنخاف من البحر كان ميت فيه خويا غرق فيه كنخاف من البحر كنبقى نقول خاصو يرجع كنبقى مشوشه كيس يرجع كيطول في البحر وكيغطس شحال هو غاطس. الدراري ولاد ازمور تما عوامه كيجبدوا ديك العشبه من البحر ديك الحمراء هذوك بيني وبينك غيغطسوا ما غيطلعوش وتبارك الله صحاحين جوج خوت هشام اسماعيل وعبد غاني ولد ازمور هادو ماشيين مع الدراري تما باقي ما بانوش. كتحاولوا تستعطفوا هاد البنت هادي اللي وصلات دابا وكما قلتوا لي كاينه في فرنسا ياك زعما تعطيكم ولو شي خبر اكيد ولا شي حاجه في الصوره هذاك الاوديو هي واحد كدير بحال كتهضر معاه ملي جينا نقادوا الاوديو مع الاوديو لقيناهم باركين بلاصه وحده نفس الموسيقى اللي كنسمعوا من عند الدري كنسمعوا من عند الدريه عند بلاي مطوره الموسيقى اللي عندها هي عنده هو عندهم بجوج نفس الموسيقى كيدير بحال هو كيهضر معنا من جهه وهي كتهضر معاه بحال كتهضر معاه ملي جينا نشوفوا لقينا نفس الموسيقى باركين بجوج بلاصه وحده. اشنو الهدف ديال هاد الجوج ما عرفتش ما بانت لا في الصوره لا والو ما طلعش لايف ولا شي حاجه ولا هادي ولا والو صافي راه كنتهدوا دابا فاش كنتلاقى فاش جيتي دابا وقفتي بالطوموبيل صافي راه لقيتيني تشللت انا سمعت ثاني شي واحد ثاني لح الفيديو او من جديد ثاني جدد جاب الله بعدا بقيت نقرا لقيت ركزت لقيت الفيديو لمليوح مليوح النهار مع 4 ايام ولا 5 ايام يا كزهره ديال هاكا اللي مر شحال كانوا هما في الفلوكه النهار الاول ملي بغاو يمشيو تخيل كانوا اختي قالوا 28 وليداتكم دابا خمسة لان الاخت عندها جوج وليدات تاهم مشاو ليها هاد الخمسه ما عرفنا عليهم والو كاين جوج بنات وصلوا خمسه من هنا وواحد ولد تشارك مو ما جاتش عندنا وواحد ولد هي ولدها حتى هما هادو كنتواصلوا معاهم يومي تقريبا ديما واحد ولد عين سبع الحسين زيد في 81 وواحد ولد ازمور لا مشيت حتى لعندهم وكنتواصل معهم حاليا لا والو جوج خوت ولاد ازمور كنهضر مع عائشه اختهم كتقول لك باقي لا خبر كيقول لها اخوك ميت ثلاثه من ازمور كنعرفوهم وجوج من وجده وسهنا يعني سبعه ثمانيه تسعود 10 12 واحد هادو باقي ما بين منهم حتى واحد باقي متاكدين منهم ماشي زعما انا كنهضر حيت الحاجه اللي غنهضر عليها وما عارفاش راه تقليد عليا هادشي كله باقي ما بين حتى واحد. كانت معاهم هاد جوج دريات وصلوا الله اعلم واش كانوا معاهم ولا ما كانوش معاهم كيقولوا هما هي كتقول كتقول والله اللي كيقول حنا ما عارفين والو عا كيقولوا ولكن ملي مشيت لازمور سولت الدراري تما في ازمور تيقول لي يا اختي هذيك الفلوكه اللي تقلبات راه ما كانوش مع ولاد حديده اللي الدراري اللي ماشيين من هنا الدراري ولاد كازا كانوا مع اسماعيل وهشام راه موحالش كانوا مع هذوك الدريات ولاد فاس بنات فاس. يعني هذا سيناريو اخر. كنبحث ولكن ما توصلش. حاولتوا ديروا شي شكايه عند باقي ما درنا اختي حتى حاجه يلاه غنديروها حنا تسنيناكم اليوم درنا معاكم ان شاء الله غدا ولا نشوفوا الدريات امتى غنمشيو ونمشيو اختي هذا الشيء القصه مرة. شوفوا ام حسين ربما تبغى تقول لنا شي حاجه تاني. السلام عليكم. اش غنقول لك اختي اش غنقول لك ابني سي معدي ما نقول القلب راه تجرح بزاف معدي ما نقول تجرح تنحس بيه باقي حي وتنحلم بيه باقي حي تنحلم بيه ان شاء الله تنحلم بيه دابا شي شهر دابا مابقيتش حلمت بيه ما عطيتها البكا بزاف مابقيتش نحلم بيه دابا هاد الشباب التصور ديالهم كاملين اللي شفت ما شاء الله زعما شباب زوينين نقيين لا حول ولا قوة إلا بالله كرام نقيين ولاد وليدات ولاد ديورهم ولاد الناس
الناس ماشي عمروا عليا الدار من عندي جوج كيجيو دابا يجيو عندي انا يجيو عند فاتحه يجيو عند توريه بعدنا ما تيباتوا عند توريه تيباتوا عند الدار بعدنا تيتجمعوا ديروا الطاجين ويتجمعوا تيتفرقوش هالدراري ما تيتفرقوش تيتفرقوش. شنو كان الحلم شنو قال لك وليدك انا غنمشي علاش؟ غنمشي على قبالك الوالده باش نحيدك من التماره هادشي اللي تيقول لي ديما ما عمر والدي تيقول لي على قبالك ان باش نحيدك من التماره انا بغيت نحيدك من التماره ديما نادي هضرتو لي شي باش تيتمنى يقول لي نحيدك الوالده من التماره ما كاين ما تيقولش لي لا الوالده غنمشي انا باغا ندير هادي انا هادي نشوف راسي لا تيقول لي غادي على قبالك الوالده باش نشوفك ملي كنت صغير وتيمحنا عليه انت معمرك بركتي ولا نعستي ولا ارتاحيتي تي ديما خدامه 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 من النهار اللي تعيني لقيتك خدامه عندو 26 عام 26 عام يلاه في الاول ديال الشباب ديالو معنا هاد الام ام فتيحه مشاو لك جوج الوليدات بنيتي نفس بحال نهار واحد مع خوتهم هادو ديما خوت فين ما مشاو هاجروا على القبل ديالي انا الام ديالهم ما غير نديك الحج الواليده بغيت نخرجك بغيت تركبك في الطوموبيل بغيت ندير لك امين ولا عبد الغفور انا راضي عليهم انا راضي عليهم مستحيل ولدي يكون باقي حي وانا كنصيفط لي غير اوديو ويقول لي الواليده انا جاي ما تخلعيش واليده ما تخلعيش انا جاي انا معاك امين ونطلب من الله بنتي خارج المغرب وداخل المغرب وهاد المسؤولين اللي هنايا يوقفوا معنا فيها الدراري راه انا راه ربع شهور ونبحل عدي اليوم ترس تمحنت طريق ولادي حيت ولادي لا كيقول لك شوفي فلان مشى وفلان مشى وفلان مشى وفلان مشى اوليدي بركوا عاهنا عيشوا معايا انا كيقولوا لك لا حنا نمشي ولادك البلاد بغينا نقضوك الوالده انا ما غادي حتى حاجه على يا ربي طول في عمرك تنشوفوك كيما بغينا يا ربي طول الوالده في عمرك تنشوف كيجيني واحد بنتي من هنا واحد من هنا وكيتصوروا معايا وكنقول انا غادي نموت خليني متصور وما خلوهم ليا بنتي وما خلوهم ليا بنتي وما خلوهم ليا بنتي يجيني واحد منك وواحد منك ويتصور معايا ويقول لي الواليده ويقول انا راه غنخليني متصور غنموت وخليني متصور وما خلوهم ليا بنتي وما خلاهم لي عبد الغفور وامين امين قال لي صحتي امين حيطمني عبد الغفور كذلك وميتان انا دابا كنتمنى بنيتي كيقولوا لي حرق روم كنتمنى بنيتي غير يجيبوهم لي حيين ولا مين كيما كانوا بنيتي غير ندفنهم وما غاداش تبرد الداخل انا ما غاداش تبرد الداخل كنطلب من سيدنا كنطلب من سيدنا يتداخل في هاد الحاله ديال هاد الوليدات بخمسه في الصماليون يشوفوا منينا ويجيبوا منينا راه حنا محتاجين بيهم راه حنا محتاجين بيهم حيين محتاجين بيهم ميتين محتاجين بيهم كيما كانوا الدراري انا كنطلب من السلطات داخل المغرب وخارج المغرب والقنصليه ديال المغرب وديال الصماليون وديال اي دوله اي دوله كنطلب من الله تساعدني في وليداتي رانا ام ربع شهر راه كل ليل كنهار راه الا داتني والله القسم يا بنتي البارح مرقت والله يا بنتي مرقت البارح احساس لانك ما عارفاش فوق يعني ما عرفتش واش حي ولا ميت ربما تبقاي تسنى يتبدل دابا حنايا ملي مشاو وقالوا لينا الاربعه وصلوا ياك الاربعه وصلوا مع الخمسه هكاك جات عندي بنتي مع الصونز قالت لي راه خويا والدراري راه وصلوا على خير فرحنا الخميس قال لك حقا راهم تقلبوا راه هادي لا يا ربي الجمعه عيط انا كنت عند دار امين كنت عندهم قال تعيط هو عيط ليهم قال ليهم هذاك السيد اللي في الطاليان قال لهم راه ولادكم راه وصلوا واني راهم في يد البوليس راه الاربعه كانوا وصلوا وكانوا في جنب البحر بالليل قالك تينزل الليل وغادي يدخلوا يطيح الباش ويدخلوا الجمعه عيط لهم قال لهم
راه ولادكم راه شدوهم البوليس، راه نهار اثنين، نهار اثنين راه غادي يخرجوا وغادي يعيطوا لكم لا كانوا عاقلين على شي نمره. راه المهم غتصيفطوا ليهم الفلوس 40,000 ريال الواحد، 40,000 ريال الواحد باش يركبوا باش يمشيوا باش هذا باش من هذا غديروا 40,000 الواحد وتصيفطوهم ليهم. صنينا الحد صافيت ناض الطجال اثنين قالوا صافي راهم ميتين. هادي بغينا نعرفوا هاد السيد اللي قال لك راهم في يد البوليس، شويه قالوا لينا راه تقلبوا، شويه يقول لنا راه حيين، شويه يقولوا لنا راه ميتين. حنا بغينا نفهموا هادو اللي تيصيفطوا لنا الاوديوات شكون هما، واش هما عصابه، واش هما شي حاجه ما فهمتش. الله غادي يكون تحقيق في هادشي. كنتمنى الصراحه ما بقيتش غاده نشوف التصاور ديالهم، لان واحد الشباب زوينين تبارك الله ما شاء الله كلهم باقين صغارين ما شاء الله، والامهات ديالهم انا كنطلب الناس اللي كاينين على برا المغاربه اللي على برا ربما الا كانوا قدروا تعرفوا على شي واحد من هاد الوليدات يخبروا الام ديالهم. وعافاكم ما تخافوش تعيطوا تقولوا حقا شفنا هنا وهنا، ويكونوا هذوك لي زابيل اللي بزاف كيديروهم باش يبقاو يتفلاو، لان القلب ديال هاد الامهات كامل محروق وحنا قلبنا باقي محروق من جهه ديال الريان، وكنجيو كنلقاو عاوتاني هاد المشكل هذا. صراحه عينا كنتمنى يكون نسمعوا عليهم خبر الخير كيف ما قالت الام، يلقى قبر ونترحم عليه ماشي بحال انا ما عارفاش فين كاين. كنطلب من المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن اللي عنده شي حاجه يقدر يفيدنا في هاد الدراري، نعرفوهم غير فين كاينين اي نطمئنوا عليهم ماشي مشكل كيف ما كانوا مشدودين، كانوا ماتوا، كانوا مسهل عليهم الله تما الله ييسر لهم. المهم هو اننا نحاولوا نبردوا القلوب ديال هاد الامهات هادو. شكرا على تتبع ديال الفيديو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا اشرف عوينة، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.